صور الاتفاق على التحكيم او اشكال الاتفاق على التحكيم. عندي حاجة اسمها شرط تحكيم وحاجة اسمها مشارطة التحكيم. حاجة اسمها شرط التحكيم وحاجة اسمها ايه؟ مشارطة التحكيم. كلمة شرط التحكيم تعني الاتفاق على اللجوء لفض النزاع عن طريق التحكيم، ومشارطة التحكيم تعني اللجوء لفض النزاع عن طريق التحكيم. طب ما هما طب ايه الفرق؟ هنقول الفرق دلوقتي، ولكن انا اصريت ان انا اقول او اكرر نفس الجمل علشان اقول لك ايه، ان شرط التحكيم بيساوي مشارطة التحكيم، الاتنين مع بعض بيساوي حاجة اسمها الاتفاق على التحكيم. الاتفاق على ايه؟ على التحكيم. يبقى اذا الاتفاق على التحكيم هو عقد يجب ان يتوافر فيه التراضي والمحل والسبب المشروع بذاته. لما اقول لفظ الاتفاق على التحكيم قد اقصد منه شرط التحكيم، وقد اقصد منه ايه؟ مشارطة الايه؟ التحكيم. اما اذا تلفظت بكلمة شرط التحكيم اذا اقصد معنى شرط الايه؟ التحكيم، كما سيأتي للفرق بينهم. طيب ايه الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم؟ قال لك شرط التحكيم هو كل نزاع ينشأ بين الاطراف بسبب او بمناسبة واقعة معينة يتم فضه عن طريق التحكيم. اذا شرط التحكيم انا وانت بنتفق على فض النزاع الذي سيقع في المستقبل، ان يكون وسيلة حل هذا النزاع عن طريق التحكيم وليس قضاء الدولة. يعني معنى ذلك ان شرط التحكيم يمكن او هو بالفعل لابد وان يكون قبل نشأة النزاع وقبل وقوعه، قبل نشأة النزاع وقبل وقوعه. يعني معنى ذلك ان احنا عملنا بينا اتفاق متمثل فيما يسمى بشرط التحكيم، لو حصل بينا نزاع في المستقبل نفضه عن طريق التحكيم. يعني هنا فيما يسمى احتمالية وقوع وقوع النزاع، والشرط هنا بيكون شرط صحيح. شرط صحيح.